السلام عليكم. النهاردة هنعمل فطير حلو بمكونين بس او حلويات بمكونين اتنين بس، وهو عيش الشاورما ومكون تاني سهل جدا. عندنا رغيف شاورما بالشكل ده، عايزين نقص منه نص قطر، يعني مش هنقص نصين، لا هنقص بس يعني جزء منه بس. هنطبقه بالشكل ده، بعد كده هنطبقه 4/4 بالشكل ده كده عشان الجزء اللي نقطعه يكون مظبوط. وهنيجي من الفتحة دي بالشكل ده كده، من هنا هنقص بالمقص، هندخل المقص فيها بالشكل ده ونقص لحد الجزء ده. بالشكل ده بيكون مظبوط، لان احنا بنطبقه تطبيقه معينه عشان الحشو ما يخرجش بره. هنفرد تاني الرغيف كده، رغيف عيش الشاورما بالشكل ده، نفرده كويس على الصينيه بالشكل ده. شايفين هنطبقه بالشكل ده، هناخد الجزء ده نعمله كده، بعد كده نطبقه بالشكل ده كمان، واخر حاجة خالص هناخد الجزء ده ونطبقه كده بالشكل ده. وده كده شكل التطبيقة اللي هنطبقها للعيش عشان الحشو اللي هنحطه جوه ما يخرجش منه. طبعا احنا عندنا خيارات كتير جدا للحشو، ممكن حشو حادق وممكن حشو حلو، بس انا هعملها النهاردة كفطيرة حلوة. هجيب مربى وممكن عسل نحل وممكن قشطة وعسل او قشطة ومربى، دي حاجة حسب الذوق او حسب الاختيار. هفرد المربى كده على العيش بالشكل ده، انا ما فردتش المربى على العيش كله، فردت بس على 3/4 وسبت ربع فاضي، لاني عايزة بين كل طبق والتانية يكون في مربى. هطبقه كده زي ما وريتكم قبل كده بالشكل ده. دلوقتي باقي التسوية، هنجيب صينية كبيرة لان عيش الشاورما بيكون واسع، وهنحط فيها شوية زيت بالشكل ده، وندهن الصينية بالفرشة بالشكل ده، والنار تكون يعني تحت المتوسطة بشوية. نسخن الطاسة او نسخن الصينية، بعد كده نحط فيها عيش الشاورما يتحمر من تحت، بعد كده نقلبه على الجهة التانية كده. هقلبه، هو كده اتحمر كده بالشكل ده، هحمره برضو من الجهة اللي تحت. دلوقتي الفطيرة دي بتتاكل سخنة او بتتاكل باردة، وممكن نسيبها تهدى شوية وناكلها دافية، طعمها حلو جدا. لو عندكم بواقي عيش الشاورما ومحتارين تعملوا فيها ايه بدل ما تحطوه في الفريزر، اعملوها كحلويات سهلة وسريعة او كفطير سهل وسريع، وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. سهل وسريع جدا، وكمان طعمها حلو قوي. وده شكل الفطير النهائي، ممكن تاكلوها بالشكل ده، تطبقوها وتاكلوها، وممكن تقطعوها او تقصوها بالمقص كده. اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.